كهبت من الواجهة هبت في نسبوا الطريق هذاك، ضربوني مرروا لي بالمطراق في اخر النهج هذاك، ومن بعد تعديت لهنا ثم بوليسيه مغادي، وثم العباد النهج هذا كله معبي بالعباد. الوسط بالضبط ثم بنيه مضروبه بالغاز وقت. للامن مغادي قلت لكم مسكرين مغادي، اعتادوا علي المره الاولى غادي تفهم فيا ولا؟ من بعد تعديت في الطريق. والعباد جت من هنا تسكرت هذه كلها بالعباد. ثم بارتي نتاع حاك فين البوتيك مغادي، وثم الترونش الاخرى قدموا فين البوتو هذا. فهمتني؟ انا هزيت البنيه من هنا الخطر يجري لها، ظاهر ماشي لها بالشد. هزيتها بعتها الكوان غادي بالضبط. وعلى دورتي دورتك هي تلفت نحس كنا موسى ضربتني في عيني ونشوف الدم كيفاش هرب من عيني. انا في حي سكن هنا تو. ما ثمش مقر زياده لهنا. تضربت لهنا في عيني حتى كي يجوا حبوا العباد تسعفني، معناتها الحاكم بقى يضرب فيهم بالرش وكل شيء. كنت مطيش لهنا يمكن قرابة نص ساعة لما جوا هزوني، معناتها ودمي وكل شيء في عيني. عندي 14 كعبة رش في وجهي، كعبتين في عيني. عملت 4 عمليات في فرنسا، 2 عمليات في بلجيكا، وعملية في تونس. في هذوما امتدوا من 4 ديسمبر من نهار اللي تضربت، عملت عملية في الهيدي الرايس معناتها اغلاق الثقب. وبعد مشيت لفرنسا عملت عملية على حساب الدولة، ولقيت معناتها 5 عمليات كفلت بهم وحدي على حسابي الخاص. إصابة لتويك الرش مازلت نعاني منه في وجهي. عندي 12 كعبة نحو لي كعبتين، كعبة في فرنسا نحوها لي من عيني، وكعبة نحوها لي في بلجيكا. وتويك بعد 5 سنين قاعدين نستنوا في الحقيقة وفي الكرامة وفي المطالب اللي خرجنا عليهم باش على سليانة. مازال معناتها الشيء هذا مازال ما صارش منه حتى شيء. خرجت العباد من الولاية، خرجهم الأمن وبدأ يضرب فيهم بالكرومجين. ووقتها العباد هربت، رجعت التالي هاربة من الكرومجين ومن الواحد، وأنا داري مقابل الولاية، معناها فهمتني، بحكم داري مقابل الولاية. الكرومجين شطروا تعدى للدار، زوجتي موجودة في الدار معنا حكم واحد، وهي وقتها حبلة واحد. وقالها في الشهر 7 قالها أزهار. نهار 28 نوفمبر 2012 تضربت في البلاصة هذه، هو واقف لهنا وأنا واقفة بحذا تاكسي صفراء بحذا البوتو، وضربني ومن بعد جاي يجري باش يزيد يضربني، ضربني بالرش بالسلاح كأنا طاحت. جاو جماعة بالتوك توك، ما فهمش أمبيلونس، ما خروش الأمبيلونس تدخل. جاو جماعة بالتوك توك ولاد حلال هزوني حتى رومبوا سومبلا، ومن غاديكا جات الامبيلونس باش هزوني للسبيطار، عملوا لي الاسعافات الاولية. كان يتصور انه باش يوقع باش يتمارس علينا هاك الممارسة هذيك ونضربوا بالرش. العباد كانت تجري ماهيش فاهمة اللي كان يجري قدام واللي كان يجري التالي، وهذاك علاش كان ثبتوا في الحالات اللي ضربت بالرش نشوفوا معظمها ضربت من التالي، واللي ضربوا في وجوههم كانوا في حالة، ما كانوش في حالة هجوم، كانوا في حالة هلع، كانوا في حالة من مش مصدقين ايش قاعد يوقع. واللي ضربوا من تالي كانوا في حالة فرار هاربين. اللي شفناه انه خاصة النهار الثاني وانا كنت في المستشفى، وجا بداوا يجوا الضحايا. الضحايا جاوا في اوقات متقطعة، يعني انه كان الامعان وكان الاصرار على كان استدوهم في الاحياء الكل. وهذيك الرمزيه معناتها اللي يحبوا يواجهونا تواجهنا وزاره الداخليه وقتها، انه رانا نتابعوكم في اي بلاصه. عملت 5 عمليات، عملت 3 عمليات على عيني هذيا، ركبت عليها عدسه خاطر ما عادش لازم، وعيني الاخرى ما عادش ضرت. خرجت عليها لفرنسا وزدت عملت عليها عمليه وما نجحتليش. عملت في تونس 2 عمليات ما نجحتليش، زدت خرجت لفرنسا عملت عمليه اخرى وما نجحتليش. قالوا لي راي ما عادش فيها شبكيه، ضربت برش، عملت سيكاتريس كبيره. فهمت؟ اليمين هذه ولا هاي؟ هذه اليمين. زدت عاودت رجعت لبلجيكا مره اخرى، فهمتني؟ ثم طبيب بيا يحكوا عليه بعد كي مشيت له قال لي طارق راهو سايي، معناها شبكيه ضربت برش، عملت سيكاتريس كبيره. قال لي راي ما عادش فيها. وعلى حساب شكون؟ لا حساب الدوله نورمالمون. هاي اما من بعد ما نورمالمون يرجعونا، عندي رونديفو انا في فرنسا وفي بلجيكا، ما رجعونيش. هذه 2014 مشينا بالاربعة، خلتنا حكاية ما ساعتين غاديكا سليانة. ديجا من قبل ما تخلط بالسليانة ب 30 كيلومتر ب 40 كيلومتر تلقى الكياسات كلها مسكرة، يعني صعيب حتى باش تخلط السليانة. كي خلتنا السليانة نلقاو بلاد فارغة، كان أحجر
كان الحاكم كان الغاز بلاد عبارة ذكرني في أيامات الثورة في تونس 2011. وقت اللي خلتنا حطينا الكرهبة قدام المنطقة بتاع الحرس، المنطقة ما فيها حتى شيء، عبيت تعرك كان مع البوب الرنفور اللي جاء ما تعركوش مع الحرس، الحرس فارغة، حطينا كرهبتنا قدامه، رجعت للكرهبة هزيت لي كاسك بتاعي وتاع دافيد، لبسنا لي كاسك ومشينا. وقت اللي مشينا حاسين ما نجمناش نخلطوا الأمن، الأمن يضرب مقابل ونحن جينا بالزهر مع شيرة المواطنين وحنا مع المواطنين، يعني قعدنا المواطنين يضربوا بالحجر في وسط الكياس، وواحد جانا يوري يعري في روحه ويوري فينا، شوفوا شوفوا الرش شوفوا بدني، هو مسكين مازال يعري فينا ويضربونا بالرش. وقت يضربونا ضربتين مع بعضهم هما، وانا عاتي بظهري انا ودافيد، جاني في جاب ربي وجوهنا بالكاسك حميناها، جاني في ظهري وفي ظهر دافيد، وهو الطفل اللي يعري في روحه يوري فينا في الرش، تضرب عاود تضرب مره اخرى بالرش، فهمت؟ نهارتها ما فماش برشا غاز، هذه اللي قلت لك علاش قلت لك الحاكم تبلوكه غادي ما عادش عنده حتى مويان اخر باش يضرب به خلاف الرش، نصور فهمت. وقت اللي دخلنا اللونه جاكيه مع العبيد نصوروا عبيد، صحيح كل مره يجيب واحد مضروب كله دم، شيء في عينيه شيء في بدنه شيء في 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 وجهه، عبيد ضرت بالكدي بالرش، ضرت بالكدي بالكدي، لا خاطر لا حتى وقتها كي نحكيو مع البوليسيه عبيد تقول لك راه عندي 3 ايام حتى كاسكروت ما نجمش يخلط لنا، فهمت؟ كي واحد ما خلطلوش كاسكروت زعما باش تخلط له الغاز ولا باش تخلط له الرش ولا الكرتوج اختبارات معناها للهذوما متضررين من الرش، هو ديجا ما تنجم تعمل اكسبيرتيز الا ما سي الحاله وصلت للاستقرار، هو رصاص صغير على الاخر ينجم يكون حتى في العين ولا حتى في تحت الجلده، تحت الجلده نتاع الوجه وكل، انت والحاله انت وين وصل معناها ينجم العين ما تتضرش كيما ينجم يعطينا أضرار كبيرة برشا. في بعض حالات وصلت لفقدان البصر 25% 56% هذا هذو مزوز عيني دخلت مسؤول.